السلام عليكم. اليوم نعطي لكم آخر صور لملعب تيزي وزو في هذا التركيب الديناميكي جميل من يعني من النظرة من السماء ثم إلى محيط الملعب ثم إلى داخل الملعب. وأنا بالمناسبة أقترح ويعني أساند وأشاطر الناس اللي يحبوا يسموا الملعب باسم المناجر الكبير اللي جاب الكثير للكرة الجزائرية ولي خاصة لجيازكا، وهو محمد شريف أو محمد شريف حناشي. أنا أظن أنه أفضل شخصية يليق اسمه لهذا الملعب العالمي. وأكتفي بهذا القدر، أترككم مع الفيديو هذا، والسلام عليكم.